استمرار على الأجواء المستقرة بشكل عام في عموم مناطق المملكة، ودرجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها في بعض المناطق. التفاصيل في النشرة بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. استمرت الأجواء المستقرة في عموم مناطق المملكة، ودرجات الحرارة كانت حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، باستثناء بعض الأجزاء من المنطقة الشرقية حيث كانت درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع الحالي. درجات الحرارة كما ذكرنا كانت أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، هي كنتيجة لهذه الكتلة الهوائية التي نستطيع أن نصفها بأنها ذات درجة حرارة أقل من المعتاد، تتمركز فوق الأراضي العراقية وتؤثر بشكل محدود في شمال وشرق المملكة. يوم الاثنين بإذن الله تتحرك هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد شرقا لتشمل مناطق إضافية من المنطقة الشرقية، أجزاء شمالية من منطقة الإحساء، وأيضا أجزاء من منطقة القصيم، أجزاء شرقية من حائل، وأيضا أجزاء حتى من منطقة الرياض. وبالتالي هناك انخفاض على درجة الحرارة في العاصمة الرياض اعتبارا من يوم الاثنين، وتستمر هذه الانخفاضات على درجة الحرارة خلال ساعات يوم الثلاثاء بإذن الله، على أن تعود درجة الحرارة لترتفع مجددا اعتبارا من يوم الأربعاء في المنطقة الشرقية. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: تسود أجواء غالبا صافية مع 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 13، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة: أجواء مستقرة وصافية بشكل عام، 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 14، تنخفض يوم الاثنين تسجل 26 إلى 14، وتبقى 26 درجة مئوية كحرارة عظمى في خلال يوم الثلاثاء أما الصغرى تنخفض تسجل 13 درجة مئوية. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الأحد نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية: تبوك 28 إلى 11، سكاكا 25 إلى 12، عرعر 24 إلى 14 مع تفرق لبعض الغيوم. المدينة المنورة 32 إلى 19، مدينة جدة 32 إلى 25، مكة المكرمة 37 إلى 24، والطائف 28 إلى 17 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية: الباحة أجواء صافية 23 إلى 13، أبها 24 إلى 10، وجازان 33 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 27 إلى 15، حفر الباطن 25 إلى 12، والإحساء 27 إلى 13. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى: العاصمة الرياض 27 إلى 14، بريدة 25 إلى 13، وحائل 25 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء صافية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.